بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا التصميم عايزين نبدأ بقى في التكويد، الكلامانسي سكور والجريد سكور، ونبدأ نشتغل عليها. السويتش يعني هنبرمج السويتش باتنز اللي احنا عايزين نشتغل عليها. طبعا البرمجة بتاعتنا بتبقى فين؟ نفتح كده البروجكت ويندو من على الشمال كده من فوق، البروجكت ويندو بتاعتنا، وجوه الاب جافا، وهختاركم سبورو ستودنت ريزلتس الاولانيه مين اكتيفيتي. انا جوه الفانكشن اللي اسمها اون كرييت اللي بتبدا اصلا مع المين اكتيفيتي. الكلامانسي سويتش ده البتن اللي هو بتاع السويتش ده، في ايفنت فيه اسمه سيت اون كليك ليزنر. سيت اون كليك ليزنر يعني اول ما يكليك عليه عايز اعرف ايه، هو ليه درجه رافعه ولا لا. فاقول له اف ان الكلامانسي سويتش، كلامانسي سويتش عايز اعرف ازاي هو الوقت اكتف ولا مش اكتف، هي دي بس اللي هو تشيكد ولا لا. فاقول له از تشيكد بتريتيرن اللي هي ترو، لو كان هو اوكي يعني معلم عليه، بتريتيرن اللي هي فولس لو هو مش معلم على الكلامانسي سويتش. بس في حاله ان هو معلم عليه انا محتاج اخلي يبقى في فاريبل بحطه جوه 5، مش معلم عليه اخليه بصفر، ولازم ده يبقى مهم بره لان الباتن بتاع الحسبه هيبص على نفس الفاريبل. فانا عندي الكليكه بتاعت الكلامانسي هتعمل حاجه، وبرده الباتن بتاع الديسبلاي ريزلت هيعمل حاجه. فهعرف بقى الفاريبل بره الايه، التو فانكشنز اللي داخليين جوه الفانكشن اسمها اون كرييت خلاص، او تو ايفنتس. فعرفت فاريبل سميته كلامانسي سكور. ده طبعا ده الجنرال سكوب بتاع الفاريبلز، يعني دول فاريبلز جنرال سكوب بره الكلامانسي سويتش وبره الايه الريزلت باتن. فقلت له اف ان هو الكلامانسي سويتش كان از تشيكد اخلي الكلامانسي سكور ب5، else يبقى بزيرو. بس حاطه فين في الفاريبل اللي بره عشان لما اجي ادوس على الزرار هستدعيه بره واشوف بقى قيمته بقت كام. فعلى العموم السويتش ده كل ما يشتغل بيغير قيمه الكلامانسي سكور. كنت المفروض اطبعها بس انا هحاول اختصر لان انا عايز كمان ابرمج الجريد سويتش. الجريد سويتش اون برضه هسيت اون الكليك ليزنر، بس ده بقى هنا مختلف. هنا بيظهر فيه تو يعني تو تكست فيو، يظهرهم او يخفيهم او يظهرهم كده. فاقول له الجريد سويتش لو از تشيكد، لو راجل معلم على الجريد سويتش يبقى لازم يكون الاثنين يكونوا فيزبل، اللي هو الجريد التكست فيو في خاصيه اسمها فيزابيليتي. هقول له فيو دوت فيزبل تبقى ظاهر خلاص، يبقى الفيزابيليتي بتاعه الجريد تكست فيو اخليها فيزبل. خدت كابي بيست الجريد تكست فيو بقى الليبل بقى بتاعه، الليبل برده اللي فوق برده الفيزابيليتي تبقى فيزبل، يبقى الاثنين ظاهرين else يبقى الاثنين مختفيين. ويبدا بقى يبدل داس يظهروا هما الاثنين، داس يختفوا هما الاثنين، داس يظهروا هما الاثنين، داس يختفوا هما الاثنين. بس اخليها ايه فيو دوت انفيزبل، ده كده ايه انيميريشن يعني الانيميريشن جوه فيو فيزبل وانفيزبل خلاص كده. ممكن نقدر نجرب دلوقتي كده، هيبان معانا الجريد سويتش مش هيبان معانا كلامانسي لان بيغير في فاريبل، لكن خلينا نشوف الايفنت بتاعنا فاير ولا لا. فما ادوس على الجريد سويتش طبعا ظهروا كده، اختفوا كده، ظهروا الجريد والنتيجه بتاعته. بدوس عليه بيختفوا، بدوس عليه بيظهروا، بدوس عليه بيختفوا. تمام، كلامانسي سكور طبعا بتغير قيمه الفاليبل ب5 و0، بس مش هنشوفها دلوقتي كده. برمجنا السويتشات، نكمل مع بعض ان شاء الله برمجة.